خلينا نحسب هلا لنفس الويف فورم، هذا رح نحسب بي ان، رح ناخذ بي ان بتساوي احنا كنا حسبنا هون انه اي 0 تساوي 0، مش هيك الافرج لهي الويف فورم بتساوي 0. هلا بي ان رح تساوي 1 على باي من 0 ل 2 باي اف اوميجا تي. ايش رح يصير عندي هلا؟ كوساين ان اوميجا تي دي اوميجا تي، رح نضرب اثنين وناخذ من 0 ل باي، بصير عندي هون 2 على باي، وهاي محل راح اعوض ام كوساين ان اوميجا تي دي اوميجا تي. تكامل الكوساين ساين، بس ايش كمان راح اعمل؟ اقسم على ام، راح يصير عندي هون هلا ساين ان اوميجا تي على ام من 0 ل باي، الام ما بتطلع برا، بصير عندي 2 ام على. هلا خلينا نطلع هاي شو بتصير عندي؟ بتصير عندي الان 2m على باي وn برا بقدر اطلعها، وعندي هلا عوض ساين، بصير عندي ساين n باي ماينس ساين 0. قديش ساين n باي؟ n اذا كانت 1 قديش ساين ال 180؟ صفر. صفر، وإذا كانت 2 قديش ساين ال 360؟ صفر. صفر، وإذا كانت 3 قديش ساين ال كله صفر، مش هيك؟ إذا هاي كلها رح تصير صفر، إذا هاي كلها النتيجة معروفة صفر، إذا ما فيش عندي كوساين، فيش عندي كوساين تيرمز، بس عندي ساين تيرمز. طلعوا هاي الويف فورم، إيش بتقدروا تشوفوا بالنسبة للساين؟ شو في بينها وبين الساين والكوساين؟ مين بتشبه أكثر؟ كوساين هاي الويف فورم، شو بتشبه؟ كوساين الساين، تشبه الساين اكثر، ما فيها شفت مضبوط. الساين ايش لو بدنا نرسم الساين هون وين بنرسمها؟ وين بتبدا الساين معك؟ زيرو هيك هيك بتصير عندي، لكن لو بدي ارسم الكوساين وين راح ارسمها؟ تكون هيك. اذا هي بتشبه مين اكثر؟ الساين، وذلك ما طلعش فيها ولا كوساين، كلهم اللي طلعوا ساين ساين. هلا رح نشوف ايش السبب، هذا رح نحكي عنه كمان شوي. اذا هون عندي بقدر الان احط بي ان بتساوي كمان زيرو. مين هلا بيبني لي؟ بدنا نبني هلا هاي الويف فورم، مش جاهزين نبنيها؟ هاي الويف فورم الان لايش بقدر اقسمها؟ للساينوسويدز، مش هيك؟ الاي زيرو زيرو والبي ان زيرو كله، شو ضل عندي بس؟ بس A1 و A3 حتى كمان، مش هيك؟ فإذا بدنا نبنيها عمالنا نقول إنه F أوميجا T اللي هي هاي السكوير ويف، F أوميجا T اللي إحنا عارفين إنها سكوير ويف، هاي سيمتريكال سكوير ويف اللي هي فريكونسي أوميجا، شو بتساوي؟ إيش رح يكون فيها؟ رح يكون ساين أوميجا T، مظبوط؟ زائد هل في ساين 2 أوميجا T؟ لا. ساين 3 رح يكون ساين 3 أوميجا T. إيش كمان؟ ساين 5 اوميجا تي. معاملاتهم المعامل في معامل مشترك بينهم كلهم اللي هو ايش؟ 4m على باي، لانه الان بتختلف من واحد للثاني، فبقدر برا ايش احط؟ 4m على باي. جوا ايش عندي بقسم هون؟ 1 على n، مش هيك؟ n قديش هون؟ 1. اذا هاي على 1، هاي على 3، هاي على 5، 5 وبعدين بصير عندي على 7 وهكذا. واذا بدي اكملها مظبوط لوين لازم اروح؟ على امس لانفينيتي. تثبت ثلاث حدود بالضبط؟ نعم تثبت ثلاث حدود؟ لا بكفيش بكفيش، بدك عاد تضل تقريبا حوالي اول 25، يعني بدك تروح لان 25 تقريبا حتى تبنيها مضبوط. هلا بفرجيكم صوره بتبين الفكره هذه.